عشر ولا تحاول تضر الغير انضرت الناس بتنظر ومش كل شي تعمل له شير وعصغر قصة الجر حكم عقلك والتفكير بيسبق وضعك يا خيي وعد خون مراتك أغلى من كل شي لا تغرك نظرك لعيونه وقلبك ينجرب رمشي واللي بتبصبص هون وهون صدق بوقع من دفشي واللي لمراته بيسول بيحيى العيش الهانية وإنكنها بترفع الراس روح اخطبها أحلالك والكلك معلن إفلاس لا تحكيها بجوالك خلي كل شي على أساس بتربح مية بالمية نصيحة وتهدأ يا أبو العروس وطرباتك لا تصحبها وتعيش بنتك كابوس بتظلمها وبتتعبها دور عخلق وناموس شاب منيح يوجبها عند الرجول الفلوس ما إلها أهمية نصيحة وانت يا بنت الحلال زودتيها شو سيري طيرتي عقل الرجال خف شوي بالغيري لو قلنا لك كيف الحال بتقولي بعشق غيري خف وروك وهد البال بتحلى العيش الزوجية مش لاقي اللقمة خاف الله بالمصروفات والرزق الربانية نصيحة هو حافظ على حقوق الجار واختار وقابل دارك ووعك ياخذ مهما صار بس ورد النت بدارك هذه مش لعبة صغار ممكن يكشف أسرارك وخلي العلاقات الدار بمحبة وأخوية امك ثم ابوك وصانا الناب المختار هم اللي تعبوا ربوك شلوك بحب واصرار فزلهم قبل ينادوك ورعاهم لو صاروا كبار بقى اولادك بيشيلوك هالدنيا مرجحية نصيحة ولا تتعامل بالاكراه وتجيب اللقمة خاوة والمعروف إذا بتنساه مع الوحوش بتتساوى مهما عليك بعز وجاه بيجي يوم بتتهاوى فاتمنى الخير بتلقاه مدامك صافي النيه